الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا من النعم، فإن نعم الله علينا عظيمة وآلاؤه جسيمة، ونعم الله علينا تترى لا تعد ولا تحصى، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأعظم هذه النعم ما امتن الله جل وعلا به علينا من هذه الشريعة السمحة وهذه الملة الحنيفية المباركة وهذا الدين الإسلامي الذي كله محاسن. ومن محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا معاشر المسلمين الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وآدابه، نتعلم معناها ونعمل بمقتضاها، حيث أنه لا طريق للجنة إلا طريق واحد، وهو طريق من؟ طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. والحمد لله جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أبشروا بالجنة يا أمة محمد، أبشروا بالخير من فضل الرحمن جل وعلا. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، اللي ما يبغى الجنة. فاستغرب الصحابة فسأل الراوي أبو هريرة، قال: من يبى يا رسول الله؟ من الذي يريد الجنة؟ فاسمع يا رعاك الله الضابط والمقياس والمعيار والشرط في دخول الجنة. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الميزان معك اليوم، وزن عقيدتك وعبادتك ومنهجك وفكرك وتوجهك وكل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، إن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين والسلف الصالحين. فاشكر رب العالمين ثم استقم على هذا الدين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآية. وإذا هناك خلاف السنة من شهوة أو شبهة، فما زلنا في دار المهلة، توبة إلى الله ورجوعا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب علينا جميعا هو لزوم السنة، ولكن كيف نلزم السنة ونحن لا نعمل السنة، لا نعلم السنة؟ فلا بد أن نتعلم. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبوب عليها البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تعتقد، قبل أن تعمل، قبل أن تصلي، قبل أن تصوم، لازم أن تتعلم. ولا بد أن تتعلم كيف تعبد الله، لا بد أن تتعلم ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تعبد الله على علم وبصيرة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله، ما أدعو إلى غيره، لا، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أنا ومن اتبعني، وهذا فيه الاتباع، وسبحان الله وأمام المشركين، وهذا فيه التوحيد لله تبارك وتعالى. فلا بد من العلم الشرعي. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا بد على العبد أن يتعلم، ويجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يوحد الله، كيف يعبد الله، كيف يسعى في مرضات الله، كيف يجتنب الشرك، كيف يجتنب البدع، كيف يجتنب الفرق والجماعات، كيف يجتنب المعاصي والذنوب والسيئات. لا بد أن يتعلم. وهذا الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب
هو تعليم الناس التوحيد والسنة وطاعة الله جل وعلا، وتحذيرهم من الشرك والإحداث في دين الله جل وعلا ومعصية الله تبارك وتعالى. وهذا طريق مبارك. طريق ماذا؟ طريق العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله يرزقنا وإياكم الجنة، فنحن في طريقنا إلى الجنة، وذلك تصديقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، حلق الذكر. من الناس من يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يدعو إليه، هذا في خسارة وفي ضلال. لا يا عبد الله، عليك أن تقضي عمرك وحياتك في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، وهذا طريق النجاة من الخسارة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس في خسارة، إلا هنا استثناء، إلا الذين آمنوا. ومتى يأتي الإيمان؟ إلا بعد العلم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يقتضي ذلك كله، لابد أن تعلم ماذا، ما الذي تؤمن به، فلابد أن تعلمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد الإيمان يأتي العمل، وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله جل وعلا، وتواصوا بالصبر الصبر على طلب العلم والعمل به والدعوة إليه. هذا طريق النجاة، لأن هذا الذي به نتعلم دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قضيت عمرك كله يا عبد الله، انتبه، فلو قضيت عمرك كله تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، وتتعلم الشرك وتحذر منه وتحذر منه، لكان هذا الأمر الذي خلقت من أجله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. خلقنا لتحقيق هذا التوحيد الله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. فعلى المسلم أن يتعلم وأن يطلب العلم. فإذا، اسمع يا عبد الله، فإذا رأيت أن الله جل وعلا يحبب لك مجالس العلم ويأخذ بك إلى مجالس العلم، فاعلم أن الله أراد بك خير. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. وإذا رأيت أن الله جل وعلا يبعدك عن مجالس العلم ولا يوفق العبد مجالس العلم ولا مجالس الذكر ولا تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، احذر وانتبه وتوب إلى الله وارجع إلى العلم ومجالس العلم. هذا اللي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا كلها زائلة يا عباد الله، كل من عليها فان، مثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم ذهب وتركها. كانت أعمار الناس بآلاف السنين وبمئات السنين، وأعمار الناس اليوم من 50 إلى 60، من 60 إلى 70، وقليل ما يجاوز ذلك. عليك بتعلم العلم والعمل الدعوة إليه. أردنا مقدمة بسيطة في فضل العلم وطلب العلم وأهمية طلب العلم، والآيات والأحاديث في هذا كثير، لكن لا أدري إطالة، إنما أردنا الإشارة إلى ذلك لكي نحتسب جلوسنا في بيت الله جل وعلا، ونحتسب جلوسنا في حلق العلم وحلق الذكر. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويهدرسنه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. من أنت يذكرك الله فيما كنت أعلى؟ من أنت؟ من حنا؟ نعم، حينما ينشغل الناس بقيل وقال وتنشغل أنت بالعلم والذكر الدعوة إلى الله جل وعلا، حينما ينشغل الناس بذهابهم وإيابهم وبهرج هذه الحياة الدنيا وتنشغل أنت بالعلم، حينما ينشغل الناس بوسائل التواصل الحديث ومتابعاتها وتقنياتها وتنشغل أنت بالعلم تعلما واعتقادا وعملا ودعوة ومجالس العلم، نعم هذا توفيق من الله جل وعلا. نشكر الله أن وفقنا لذلك، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة وعلى
دين الله وتعلم العلم والعمل به والدعوة إليه إلى أن نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. وفي الحقيقة الكلام في العلم وطلب العلم لذيذ، ولكن نقتصر على ما تقدم لكي نبدأ في المتن ولا نطيل عليكم. نعم، بسم الله. في أحد يقرأ؟ ها؟ طيب، أحد منكم يا طلبة العلم نعم تفضل، تعال عند الميكروفون. لا أنت روح الميكروفون. أي. هيا الميكروفون طال عمرك. عادي اجلس هنا وخل وجهك علي أنا. أي نعم. والشيخ بيهيئ الأمور جزاه الله خير. أنت قد قريت قبل كذا في مجالس العلم وفي طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حينما نقرأ في كتب أهل العلم فيبدأ القارئ بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي خلقنا ووفقنا لهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله جل وعلا بهذا الدين. ثم نقول مبينين لمن يستمع الذي نقرأ فيه ما هو اسم الكتاب وما هو اسم المؤلف، ثم نترحم على المؤلف لأن المؤلف قضى عمره وهو يتعلم العلم وجمع لنا هذا العلم، لحق علينا، وهذا حق أهل العلم على طلبة العلم وعلى الناس أن يدعونا لهم بالرحمة والمغفرة. ثم يقول القارئ قال المؤلف رحمه الله تعالى، ثم يبدأ يقرأ. نعم، قال المؤلف من أعجب الكتاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيان واضح للعرب فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل قليل. نعم، شيخ الإسلام الذي جمع هذه الأصول هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن علي التميمي المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الهجري، وله سيرة عطرة في طلبة للعلم وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي نشر العلم والدعوة إلى التوحيد وتجديد هذا الدين. في هذه الأماكن في الدرعية وحينما اجتمع الإمام محمد بن سعود في مجلس بن سويلم في الدرعية فتبايعا على نشر التوحيد والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح والاجتماع على ذلك ومحاربة الشرك والبدعة والخرافات والخزعبلات والبدع والمحدثات والافتراق في الدين، فقامت الدولة السعودية الأولى. ثم سعت الدولة العثمانية الأتراك إلى هدم هذه الدعوة. أسباب سقوط الدولة السعودية الأولى الدولة العثمانية الأتراك، ثم قامت الدولة السعودية الثانية. ثم سعت الدولة العثمانية إلى هدمها الأتراك،
ثم قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود رحمه الله تعالى، ثم سعى الأتراك لهدمها. وذكر هذا هو رحمه الله الملك عبد العزيز، وبين عداوة الأتراك للدين والتوحيد والسنة وقيام الدولة السعودية، ولكن نصرها الله عليهم ومعه أجدادكم والحمد لله رب العالمين. وقامت هذه الدعوة وهذه الدولة، فهي دولة ودعوة، دولة التوحيد ودعوة التوحيد. ثم كان أبناءه من بعده البررة رحمهم الله الملك سعود، ثم فيصل، ثم خالد، ثم فهد، ثم عبد الله رحمهم الله تعالى. وها نحن اليوم في هذا العهد الزاهر، عهد خالد بن الحرمين الشريفين مكسر ما بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. وما زالت هذه الدولة على هذه الدعوة في توحيد الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرع الله في المحاكم وتحكيم الشريعة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام على الحرمين الشريفين وحماية وردء الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. وهذه نعمة من الله جل وعلا، هذا فضل الله جل وعز. ونحن نتحدث الآن سمو الأمير محمد بن سلمان في اجتماع الدول العشرين، أعظم 20 دولة في العالم اقتصاديا، وله جهود طيبة، الله يوفقه ويحفظه ويسدده ويعينه ويرعاه، وهو الملهم لهذا الشباب ولهذه الأمة برؤيته وبالنهوض بهذا المجتمع الطيب المبارك. فهو شبهكم، خاصة الشباب، شبهكم بطويق، فولاة أمرنا رزقنا الله بهم حفظهم الله ورعاه في تحكيم الشريعة واتباع السنة. والكمال لله، ما ندعي لأحد الكمال، كلنا فينا نقص الله يعفو عنه وعن جميع المسلمين، ولكن ليس مثلهم في العالم اليوم. فلنشكر الله على هذا وعلى هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد والسنة كلنا تحته، الحاكم المحكوم كلنا تحت التوحيد والسنة، ونقوم بالتوحيد والسنة، نعمة عظيمة. ولا تأمرنا منا، أسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم. فقال في هذه المقدمة رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. هذا فيه تعجب الإمام محمد بن عبد الوهاب وقال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. إن الله جل وعلا هو الملك، وهذا فيه إثبات صفة الملك لله جل وعلا، وأن الله هو الغلاب جل وعلا، وهو غالب على أمره سبحانه جل وعلا، بأن فيه أمور واضحة واضحة كالشمس، وفيه ناس ما يعرفونها. هذا فيه تعجب، ديننا واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. واضحة الصلاة، واضحة الصيام، واضح التوحيد، واضح البر الوالدين، واضح صلة الأرحام، واضح ديننا واضح. ثم يغلط فيها كثير من الناس ويضيع الطريق كثير من الناس. أنا بضرب لكم مثل لأنه بالمثال يتضح المقال. الآن لو فيه علامات وأسهم تدل على موقع مكة المكرمة من تطع من الرياض، كل مترين
مو بكل 10 كيلو 20 كيلو، لا، كل مترين لوحة مكتوب الاتجاه إلى مكة المكرمة وسهم على مكة المكرمة. إذا تصل مكة المكرمة هل في حد بيضيع؟ ها؟ ما حد يضيع، كل مترين ما حد يضيع ولا لا؟ فهو الدين أوضح من هذا والسنة أوضح من هذا، ومع هذا في ناس ضيعوا في الإفراط والتفريط في الغلو والجفاء. فقال على قدرة الملك الغلام ست، وهذا أيضا لله في خلقه شؤون، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أسأل الله يهدينا وإياكم الحق والصواب. فبعض الأمور فيها عجائب، الكلام واضح، القرآن واضح، السنة واضحة، سبحان الله. ولكن احمد الله إن الله وفقك للسنة وثبتك على الحق، احمد الله. غيرك الحق قدامه واضح وضال. يعني الآن السنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة والتوحيد ورد رب العبادة، هناك من الناس اليوم من يعبد غير الله، يعبد القبور والأضرحة والأولياء، من الناس من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار. اليوم الآن احنا نتكلم، احمد الله إن الله وفقك، وهذا محض توفيق الله جل وعلا لك. فبعض الأشياء عجيبة، يعني هو اللي يصنع الصنم وهو اللي يعبده، طيب أنت اللي صنعت ربك، كيف؟ احمد والله، شيء عجب، احمد والله جل وعلا. كذلك في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ومن الناس من يبتدع في الدين وينتبه إلى الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات والطرق الصوفية والانحراف، فاشكروا الله جل وعلا. فقال ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضحة ولا مهي واضحة؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واضحة ولا مهي واضحة؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، واضحة ولا مهي واضحة؟ نزل بما يأمر بالصدق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واضحة ولا مهي واضحة؟ واضحة. توفيق الله لك، اشكر الله أنت إن الله وفقك، هذه نعمة عظيمة. وإذا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال فوق ما يظن الظانون من وضوحها. ثم بعد هذا يغط فيها كثير من أذكياء العالم، وهذا فيه لفتة أن الذكاء بالحالة ما يؤدي إلى الحق، فلا أحد يقترب ذكائه ولا أحد يقترب عقله. اللي اخترعوا الكهرباء واخترعوا الطيارات واخترعوا، ها، ما الله دلهم ولا هداهم ولا وفقهم إنهم يعبدون وحده لا شريك له، وهم أذكياء. فاحمد الله جل وعلا إن الله هداك وفقك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاحمد الله على الهداية والتوفيق والطمأنينة والإيمان في صدرك والاقتباط والسعادة في صلاتك وطاعتك وتوحيدك لله جل وعلا واتباع السنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة والتلاوة، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال يغلط فيها، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقليل الذين وفقهم الله جل وعلا لطاعته، سيوفقهم بطاعته وثبتهم إياكم على الحق. نعم. اقرب من الميكروفون وقرب الميكروفون شوي. الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. بنى هذه الرسالة على أصول، والأصول جمع أصل، والأصل هو ما بني عليه غيره. يعني هذه أصول الدين، أصول ديننا يا المسلمين، هذه أصول الشريعة، احفظها يا طالب العلم وافهمها واعرفها واعلم بها واعمل بها وادعو إليها، لأن هذا هو أصل هذا الدين. نعم. الأصل الأول لا
إخلاص الدين لا يغفر ولا شريك له، وبيان الضد الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهم أبلغ العام. ثم لما صار على أكثر الأمة كما صار أظهر له الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر له الشرك بالله في صورة محبة الصالحين ابتلاءهم. انتبهوا لهذا الأصل العظيم. هذا الأصل هو أصل الدين، وهو أصل وجودنا في الدنيا، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكل العبادات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما يكون بعد الإخلاص. قال: وذلك دين القيمة، وهو الإخلاص لله ثم عبادة الله وحده لا شريك له، هو إفراد الله بالعبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة هي اسم، افهموا هذا ودونوه عندكم، لعدة تعريفات العبادة، ومن أشمل التعريفات تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فدل على أن العبادة كم نوع؟ ها، أربعة أنواع: عبادات ها قولية كالأذان والإقامة وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر والذكر والحلف والنذر، وعبادات فعلية عملية بدنية كالركوع والسجود والطواف والسعي والذبح، وعبادات قلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، وعبادات ها مالية كالزكوات والصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة. يجب صرف جميع هذه الأنواع الأربع إلى الله وحده لا شريك له. الدليل لازم نربط أنفسنا بالأدلة. يا طالب العلم ويا مسلم ويا مسلمة، اربط نفسك بالقرآن والسنة بالدليل. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا، يعني لابد الأمر. الأمر من من؟ الأمر من الشارع. الأمر من الشارع آية محكمة أو حديث صحيح، ومفهومها بأثر معتبر من الصحابة والسلف الصالح. إذن هذا هو الدين، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاته بين الرسول وبين قوله فلاني. أنا أقول لك قلق رسول الله، يقول بس الشيخ فلان يقول كذا، الجماعة الفلانية تقول كذا، الفرقة الفلانية تقول كذا. هذا دين الله، مو دين الشيخ، ولا هو دين الجماعة، ولا هو دين الفرقة، هذا دين ربي جل وعلا. إذا لابد أن نرجع إلى الأصل، وهو الشرع، وهو القرآن العظيم والسنة النبوية، ولا بد أن نفهم هذين الأصلين بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وذلك لأن عقول الناس تتفاوت. بمعنى آخر، هل نقرأ القرآن، وهذه مسألة مهمة، هذا تأصيل ترى، هل نقرأ القرآن ونقرأ السنة، احنا عموم المسلمين، وكل منا يفهمها بعقله ويعمل، عقله المجرد ويعمل؟ سؤال. أحسنت. لا. لماذا؟ لأن عقول الناس تتفاوت، ذكاء وفطنة وفهم وإدراك وخلفية علمية. فإذا اعتمدنا على عقولنا في فهم القرآن والسنة سوف يختلف العمل، والعمل واحد، الصلاة واحدة، الزكاة واحدة، الصيام واحد، التوحيد واحد، ولا لا؟ ولكن هؤلاء اختلفوا. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى فهم واحد، كل فهم بعقله. فأراد الله جل وعلا أن يجمع العقول، عقول البشرية وأفهام الناس على فهم واحد، لكي يجتمع الناس على فهم واحد وما يختلفون وما يفترقون، وهو فهم من؟ أحسنت، فهم الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين والسلف الصالحين. كيف نفهم هذا؟ ما هو الدليل؟ احنا ربطنا أنفسنا بالدليل، وكلما قلت لكم كلمة أو غيري في الدين قولوا ما هو الدليل؟ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، هذا أصل الدين، مو بأقوال الرجال. الدليل
قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من المهاجرين والأنصار؟ هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. وش اللي لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نسأل الفضل لنا ولكم الجميع المسلمين. احفظوا هذه الآية واكتبوها، وهذا أصل في الرجوع إلى هدي الصحابة والسلف الصالح لفهم الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. الاختلاف الكثير والفرق والجماعات، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا الشاهد، الخلفاء الراشدين المهديين ما تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها وين؟ في النار، فرق إسلامية في النار. احذروا يا المسلمين، الله يحمانا وإياكم ويوفقنا إياكم للسنة والاستقامة على ما كان الصحابة والسلف الصالح. قال: كلها في النار إلا واحدة. قصفنا يا رسول الله. الصحابة خافوا وذلوا، لم يسلموا، لم يهاجروا، لم يجاهدوا، لم يريدوا الجنة، وهذه في النار. قصفنا يا رسول الله. فأتى بوصف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، ولم يأتي بالفرق الضالة، لأن كل ما سوى الحق باطل. قال: من كان على مثل ما أنا عليه، وفي رواية اليوم وصحابتي، وفي رواية هم الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة والثقل من دانا. هذا الواجب، الرجوع إلى هدي الصحابة والسلف الصالح لفهم الكتاب والسنة. وبخلاف هذا الفهم للكتاب والسنة خرجت الفرق والجماعات والأحزاب، فخرجت الخوارج واعتزت المعتزلة ورفضت الرافضة وتجهمت الجهمية وخرجت القدرية وخرجت تنظيم الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وخرجت وأيضا خرج منه القطبية والسورية وفرق التكفيرية كداعش والقاعدة وغيرها، وخرجت فرقة التبليغ والأحباب والدعوة الصوفية. ويكره لنا الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله تبارك وتعالى. والتوحيد له ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله هو جل وعلا بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جل وعلا، والإيمان بوجود الله جل وعلا. هذا التوحيد الذي أخذ الأعداء يشككون فيه، وللأسف تأثر به بعض أبناء المسلمين وأصبحوا من الملحدين. حمانا الله وإياكم من الضلال، وذلك لعدم ترسيخ التوحيد من الآباء والأمهات في البيوت. انتبهوا، الله جل وعلا هو الذي خلقنا وربانا بنعمه جل وعلا. فإذا أتيت في بيتك وجاء عيالك سواء صغار أو كبار، فتخبرهم بأن اللي رزقنا من هو؟ الله جل وعلا. اللي أعطانا من هو؟ الله جل وعلا. اللي خلقنا من هو؟ الله جل وعلا. فتغرس في نفسه التوحيد. فإذا أراد شيء تقول له ادعو الله جل وعلا، تقول له ايش؟ ادعو الله. يبي له سيكل، يبي له فسحة، يبي له طعام، يبي له ثياب، قل له ادعو الله ان الله يرزقك، والله يرزقك. هنا ربطته بالله جل وعلا. ايضا تخبره بان الله يسمع ويبصر، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي توحيد اسماء وصفات. فإذا آمن بأن الله هو السميع البصير يراقب الله، تقول بده كيف تكذب والله يسمعك. وهنا تغرس فيه الإيمان بأن الله هو الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، ما يخاف منك، يخاف من الله. وهنا فيه الخوف من الله والرجاء ما عند الله، تغرس فيه العقيدة والتوحيد.
هذه مسائل مهمة انتبهوا لها، بعض الناس يغفل عنها فيتأثر الأبناء والبنات، لا سيما بوسائل التواصل الحديث والسوشيال ميديا، تويتر وسناب شات وتليجرام والانستغرام واليوتيوب والواتساب والألعاب الإلكترونية، وتؤثر فيهم. فلابد حنا نواجه هذا بترسيخ العقيدة وتعليمهم التوحيد في جميع أحد وأفراد مسألة التوحيد، وهذه مسائل مهمة جدا. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذه أنواع التوحيد الثلاثة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لها أندادا وأنتم تعلمون. الأولى كلها توحيد الربوبية. فإذا علم العبد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر وينبت الأرض، إذا لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فلا يصرفها لغير الله جل وعلا، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فضلا عن غيره من الذين يدعون القبور والأولياء والأضرحة يدعونها من دون الله جل وعلا بحجة أن هذا صالح، هذا الصالح إن كان صالح مات أفضل إلى ما قدم، ولكن أنت اسأل الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت. وتوحيد الأسماء والصفات، وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، وصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الله جل وعلا بما يناسب تلك المسألة. إذا أراد الرزق: يا رزاق يا كريم يا جواد ارزقني. المغفرة: يا غفور يا غفار يا رحيم ارحمني واغفر لي. قال ربكم ادعوني استجب لكم، الله كريم جل وعلا. وهذا فيه أيضا إثبات الصفة لله أن الله يسمع. أنت في كل ركعة تقول سميع الله، سميع الله لمن حمده، أنت تثبت الله السمع بأن الله يسمع سبحانه جل وعلا. والقرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به سبحانه جل وعلا. والإيمان بجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والأسماء الحسنى وصفاته العلى هي توقيفية، أي بما ثبت في الكتاب والسنة، وليس لأحد الاجتهاد فيها. آية محكمة وأثر صحيح انتهى. تؤخذ الأسماء الحسنى وصفاته العلى من القرآن والسنة، وبينه العلماء وقد ذكروا في ذلك كتب كثيرة. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في دعائك، في عبادة قلبك، في نيتك، في توجهك، في رجائك، في خوفك، في محبتك، كلها لله وحده لا شريك له. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. وهذا هو الواجب علينا جميعا، إخلاص العمل لله، توحيد الله جل وعلا، تعلم مسائل التوحيد. اقرأوا كتاب التوحيد، اقرأوا على أبنائكم وبناتكم الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، اقرأوا في بيوتكم، علموا عيالكم عليها، وقد شرحها أهل العلم والحمد لله رب العالمين، فهي واضحة ليس فيها لبس. لكي يتعلم الأبناء والبنات وينشؤون على التوحيد وعلى السنة والعقيدة الصحيحة. كثير من الناس يقول عندنا وقت طويل في البيت، لأنك أنت ما قضيته في طاعة الله وما قضيته في العلم، حبب إليه العلم وعلمه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نشأ أبناءنا وبناتنا على التوحيد والسنة وعلى قراءة كتب التوحيد والسنة. كتاب التوحيد له شرح جميل جدا واسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، اكتبوه: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، يمكن قيمته 27 ريال، أقل من تعبئة البنزين، تأخذ لك يومين ولا مكمل. اقتنوه واشتروه واقرأوه في بيوتكم. شرح الأصول الستة، شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ولابن باز،
الله يغفر لهم ويرحمهم. الشيخ صالح الفوزان، اقرأوا كتب التوحيد عشان ولأجل يعرف العبد دين الله بالأدلة الشرعية، القواعد الأربع، العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، الفتوى الحموية، التدبرية، كتاب التوحيد في الصحاح صحيح مسلم وصحيح البخاري والسنن. تعلموا عقيدتكم ودينكم. كتب العقيدة يكاد يجهلها كثير من المسلمين اليوم، يمكن لو ذكرنا بعض أسماء هذا الحين ما حد يعرف إلا قليل. كتاب السنة البربهاري اكتبوها، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للأجري، عقيدة السلف أهل الحديث للصابوني، أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، كتب العقيدة اقتنوها واقرؤوها وافهموها. هذه أصول الدين التي يجب أن نعرفها جميع المسلمين ليعبدوا رب العالمين ويتبعوا سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنعتني بالعقيدة، نعتني بالتوحيد، ثم نتعلم أنواع الشرك. لماذا؟ لكي لا نقع فيه ونحن لا نعلم. عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم من الشر يقع فيه. قد يقع كثير من الناس في الشرك وهو لا يعلم، يحلف بغير الله وهو لا يعلم، ينادي غير الله وهو لا يعلم. فلا بد أن يتعلم الشرك الأكبر والأصغر والخفي، ويجب على المسلم أن يخاف من الشرك. نعم، أولا لأن الشرك سبب الخلود في النار، إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما ضل من الأنصار. من أشرك بالله شيئا أو من أشرك مع الله شيئا دخل النار، ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله يرزقنا إياكم الجنة عليكم من النار. فالتوحيد مهم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، يقول إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعالة كلمك لبستها، ها؟ الجنة أقرب لك منها. ثم قال والنار كذلك، يعني النار أقرب لك من شراك نعلك. هذا يجب أن يخاف منها أهل الإسلام والتوحيد والسنة. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار كذلك. فعلق عليها سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال وقد يصبح الإنسان في الدنيا ويمسي في الجنة. الله يرزقنا إياكم الجنة. وقد يصبح في الدنيا ويمسي في النار، أعذره إياكم من النار. متى يكون ذلك؟ إذا مات على التوحيد والسنة. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. العبرة بالتوحيد والسنة، عليكم بالتوحيد يا أهل التوحيد، تعلما واعتقادا وعملا ودعوة. أمض حياتك كلها في تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والحذر من الشرك والتحذير منه. احرص على ابنائك وبناتك وزوجاتك وأقاربك وطلابك والمسلمين، نشر التوحيد. هذه طريقة الأنبياء والمرسلين. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة التوحيد وإفراد الله بالعباد، الأمر مهم. والتوحيد لذيذ ومحبب للنفوس. لماذا؟ لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، ولم يقل يمسلمان، لأن التوحيد والإسلام هي الفطرة. فالكلام في التوحيد لذيذ محبب للنفوس، هذا توحيد ربي. احنا نتكلم في إفراد الله بالعبادة، عبادة الله شريكا الذي خلقنا جل وعلا، لما لا نحبه؟ وكل خير منه جل وعلا، كل فضل منه جل وعلا، كل نعمة منه جل وعلا، كل حماية منه جل وعلا، كل توفيق منه جل وعلا، كل بركة منه جل وعلا. فنتعلم التوحيد ونحرص على التوحيد، نحرص على العقيدة الصحيحة، نعلم فيها أبنائنا ونقرأ عليهم الكتب التي ذكرناها وشرحها وبيانها وتوضيحها، ونحذرهم من الشرك، الشرك في الأقوال، لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله جل وعلا،
من الناس من يقول لا بالعون ما جاء، أو لا بالتي ما شفته، أو يقول وحياتك، أو يقول والنبي، أو يقول والعيش والملح اللي بيننا، هذا كله حلف بغير الله جل وعلا. احذر، احذر من الحلف بغير الله جل وعلا. كذلك الشرك الخفي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يخاف على من؟ على الصحابة، سادات الأولياء. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. الله يرحمنا وإياكم من الرياء وجميع أنواع الشرك بالله جل وعلا. إذا لابد نخاف من الشرك. يقول إبراهيم التيمي في قول الله جل وعلا، يقول إبراهيم التيمي في قول الله جل وعلا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذه في إبراهيم عليه السلام. فكان يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم هو اللي كسر الأصنام بيمينه. يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، لأنه يخاف من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الشرك بالله جل وعلا، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. كيف حنا ما نخاف من الشرك؟ كيف نأمن؟ يجب علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه، وذلك بتعاهد تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد وتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والتحذير من الشرك. هذا ديدا أهل السنة، السير عن نهج الصحابة والسلف الصالح، علماءنا اللي تعلمنا على أيديهم. وأما التنظيمات وفرق وجماعات، فيقول أحد دعاة الإخوان المسلمين السلورية يقول إلى متى وانت التوحيد؟ التوحيد التوحيد أشرحها في 10 دقائق ويكفي. والثاني يقول لا يستغرق في الجزئيات، يعني السنة. هذا دكتور وهذا دكتور، إذا ما اعتنينا بالتوحيد والسنة نعيش على ماذا؟ نعم، يريدون الناس يعيشون على الخرافات والخزعبلات والمظاهرات والثورات والفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، بما يلبسون به على المسلمين والمسلمات. لكن الحمد لله إن الله وفق ولا تمرنا إلى أي حالتهم من الجهات العدلية والقضائية. أسأل الله يقيم فيهم شرعه ويكفي المسلمين شرهم. فبعد إحالتهم إلى الجهات الرسمية ما عاد سمعنا لا تفجيرات، ولا عاد سمعنا فتن، ولا عاد سمعنا تكفير، والحمد لله. إذن هذا هو رأس الحية، الله يكفينا شرهم، شرنا في شر. فيجب الحذر من الشرك. وذكر رحمه الله بأن أكثر القرآن في ذلك، القرآن أكثر في التوحيد كما ذكر ابن القيم، إما أمر بالتوحيد أو تحذيرا من الشرك، أو دعوة الأنبياء لأممهم بالتوحيد، أو طاعة الأمم لأنبيائهم في التوحيد، أو معصية الأمم لأنبيائهم في الشرك، أو ذكر الجنة وهي جزاء الموحدين، أو ذكر النار وهي عقوبة المشركين، أو ما فيها من قصص ومواعظ يتعظ بها أهل التوحيد وأهل السنة، فكله في التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابتي، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دان. الجماعة يا أهل الجماعة، السنة يا أهل السنة، كونوا جماعة واحدة واحذروا من الفرق والجماعات. والله ما يريدون لنا الخير، يريدوننا مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق، يريدون مظاهرات وثورات، ضياع الدين، قتل الأنفس، انتهاك الأعراض، سلب الأموال، مشردين. هذا الذي تريد جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ والصوفية والقطبية والسورية، يريدون هذا. هل نطيعهم؟ لا، نحذرهم ونحذر منهم، ونكون جماعة واحدة مع علمائنا ومع ولاة أمرنا على العقيدة والتوحيد والسنة ومكامن هدي الصحابة والسلف الصالح. هذا الواجب علينا جميعا، ونحذر من كل ما يخالف شرع الله وكل ما يفرقنا، نحذر منه ونحذر منه. وهذا الذي لا يرضاه الله لنا تبارك وتعالى. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فنحذر من هذه الفرق والجماعات، نحذر من التيارات الفكرية. الأعداء أيضا أوجدوا الليبرالية والعلمانية والانحلال، الذين لا يريدون حكم الشريعة ولا يريدون الستر ولا الحشمة، ولا ما يريدون لنا تطبيق الشرع، يريدون الانفلات، يريدون الحرية. يقول كل واحد على كيفه، كل واحد حر، أنت تسبك عبد لله سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هذا شرف. نحن عباد الله، هذا شرف لنا. انت شرف احنا نعبد الله. اسال الله يرزقنا تحقيق العباده لله ولا شريك له، تحقيق العبوديه لله جل وعلا. نعم انا عبد الله، نعم انا اتقيد بشرع الله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. احنا نتشرف بهذا لان هذا دين الله، هذا امر الله، هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كما تاتي الدعوات الغربيه يقول البنت تفعل ما تريد حره، والولد والرجال يفعل ما يشاء حر. هم يريدون الفتنه، يريدون الضلال، يريدون الكفر، يريدون الافتراء، يريدون الشر، يريدون ذهاب الدين والدنيا. فنحذر من هذه الدعوات ونربي ابنائنا على الانقياد لشرع الله، على سنة رسول الله، على القرآن، على السنة، على المبادئ والقيم وعاداتنا وتقاليدنا وسلومنا الطيبة اللي نشينا عليها ومستقاه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن يحترم كبير السن ويقدره، والجار والشيخ والعالم، ويسمع ويطيع ولاة أمره. البنت تتقيد بالستر والحشمة وعدم التبرج وعدم السفور وعدم الاختلاط، وتقدر أبوها وأخوها، والمجتمع يكون في دين الله جل وعلا، يتمسك المجتمع بعقيدتهم ودينهم ومبادئهم وقيمهم. هذا الواجب علينا، لا نترك أبناءنا وبناتنا ينصهروا ويذوبوا في دعوات الغرب ودعوات الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات ودعوات الليبرالية والعلمانية والانحلال. نحافظ عليها، هذا سبب الأمن والأمان اللي حنا نعيشه في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين مكتب بن عبد العزيز ووعاد محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، في شرع الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرجوع لهدي الصحابة والسلف الصالح، المبادئ والقيم الإسلامية التي نعيشها، وهذه نعمة من الله جل وعلا. إذا أمرنا بالاجتماع فنكون مع ولاة أمرنا ومع علمائنا وجماعة المسلمين صفا واحدا. حنا في هذه البلاد والحمد لله جماعة واحدة، ما حنا في حاجة جماعة فرق وأحزاب. ربنا كم يا عباد الله؟ واحد جل وعلا. نبينا كم؟ واحد صلى الله عليه وسلم. قبلتنا كم؟ واحدة. كتابنا كم؟ واحد. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا لماذا جماعة فرق وأحزاب؟ يجب أن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة، متحابين، متآلفين، متعاونين، والكمال لله جل وعلا، لا ندعي الكمال. فيجب علينا أن نكون جماعة واحدة. ترى هذا الكلام ما يحبه دعاة الإخوان المسلمين، ولا السورية ولا القطبية ولا الصوفية ولا الليبرالية، ما يحبون. احنا نقول اجتمعوا في دين الله وعلى سنة رسول الله، كونوا مع ولاة أمركم وعلمائكم، كونوا جماعة واحدة. ما يحبون ذا الكلام، يقولوا اترك الناس، لا تفرق الناس. هذا ليس تفريق الناس، هذا جمع الناس. اللي يفرق التنظيمات والتيارات الفكرية، اللي يقول خل الناس كل على كيفه، التبليغي والإخواني والسلوري والتكفيري والليبرالي والعلماني، هذا هو اللي يفرق الناس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرق وجماعات، لست منهم في شيء. أمرنا أن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة، فيجب أن نكون وهذا الأصل الثاني التي من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن نكون على جماعة واحدة ونحذر من الافتراق في دين الله جل وعلا. في الحقيقة الأمر يحتاج إلى بسط، ولكن قرب وقت الإقامة ولا نريد الإطالة، وعلينا أن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة مع ولاة أمرنا، مع علمائنا، وهم هيئة كبار العلماء أهل السنة السلفيين، وقد أرجعنا الله إليهم جل وعلا. وهذا واضح جلي، وسوف يأتي معنا بيان لذلك بعد الصلاة المكتوبة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فقهنا في الدين، ويوفقنا ما يحب ويرضى، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويعيذنا من شر كل من فيه شر إنه ذا القادر عليه، ويوفق ولاة أمر لما يحب ويرضى، ويحفظهم بحفظه ويكرمهم برعايته، ويهدينا إلى الصواب والحق والسنة، ويعيذنا من الشرك والبدعة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا.